بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين هم عدل القرآن وترجمانه. أرحب بالإخوة الحضور أجمل ترحيب في الليلة الثالثة من البرنامج الرمضاني بينات من الهدى، الذي يقيمه النشاط الثقافي بالربيعية. كما أرحب بضيف البرنامج لهذه الليلة سماحة العلامة الشيخ عبد الله النمر، إمام مسجد الرسول الأعظم بحي الدانة بالدمام. التحق سماحته بحوزة قم المقدسة ودرس فيها أكثر من 20 سنة، وحضر سماحته طوال سنوات دروس الخارج لمجموعة من كبار علماء الشيعة كآية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني، وآية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وآية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني. وشغل سماحته في فترة رئاسة مجلس إدارة جامعة آل البيت العالمية بقم المقدسة، ولسماحته دراسات شرعية مخطوطة لم تطبع إلى الآن. كما أن سماحته يتميز بنشاط تبليغي بارز، عانى في سبيله السجن لسنوات، فبالإضافة إلى إمامة الصلاة في المسجد يلقي سماحته مجموعة من الدروس الحوزوية والمحاضرات الدينية وغير ذلك. وفي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، يلقي سماحة الشيخ سلسلة من بحوث أو سلسلة بحوث حول هندسة النفس ومركزية المعتقد، مضى منها مجموعة من الدروس تحت عنوان معالم عوالم الوجود في قوسي النزول والصعود. يشاركنا سماحة الشيخ النمر هذه الليلة والليلة القادمة في ندوة حوارية تحت عنوان التفسير والمفسرون. في هذه الليلة القسم الأول، ونكمل بمشيئته تعالى في الليلة القادمة القسم الثاني. ونستعرض في القسم الأول مجموعة من المحاور، منها إطلالة على علوم القرآن وموقعية التفسير، والتفسير معناه وإمكانه، وتاريخ التفسير ومناهجه، وعناصر التفسير وغيرها من العناصر والمحاور. وبسم الله نبدأ. سماحة الشيخ، هناك مجموعة من العلوم ولدت ونشأت وتكاملت في ظل الإسلام، منها علوم القرآن وعلوم الحديث. ولا شك أن القرآن الكريم يحتوي على معارف كثيرة، منها عقائدية وتشريعية وأخلاقية وتاريخية وتربوية وحكمية وغيرها، إلا أن علوم القرآن مصطلح خاص لا يقصد به تلك العلوم والمعارف التي يزخر بها القرآن الكريم. سؤالنا في المحور الأول: ما هو المقصود بمصطلح علوم القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول أنه يسرني أن أساهم وأشارك معكم، أشارك مع هذه المنطقة التي نهض سماحة الشيخ عبد الكريم بلمسات خاصة في إحيائها وانطلاقتها منذ تاريخ بعيد. هذه المنطقة التي قدمت في
في سبيل الفضيلة والحق والإيمان الكثير. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويؤيدكم ويأخذ بأيديكم إلى كل ما فيه الخير والصلاح. نعم، عندما جاء الإسلام أثار الروح العلمية بشكل عام في بيئة ما كانت معهود عنها الحركة العلمية، ولم يكن لها سابقة وعي ومعرفة. هذه الإثارة استثمرت ما كان موجودا وأحيت أشياء ما كانت موجودة وما كانت معلومة للإنسانية. هناك علوم قبل الإسلام غير مرتبطة بالإسلام، كل المعارف الإنسانية التي كانت سائدة في ذلك اليوم، ولكن عندما جاء القرآن الكريم اصطحب معه مجموعة كبيرة من المعارف والعلوم تحوم حول القرآن. نستطيع أن نقسمها بشكل عام إلى نحوين عامين. النحو الأول هو المعارف التي تنظر إلى القرآن، لا تنظر فيه، تنظر إلى القرآن، من أين، ماذا يريد، ما هدفه، هل هو وحي، هل هو خلق بشري، هل له سابقة. وهناك علوم تنظر في القرآن، علوم الفقه، علوم القراءة، علوم التجويد، علوم التفسير، معارف تدور في داخل القرآن ومعارف القرآن الكريم. هذه المجموعة من العلوم، العلوم التي تنظر في القرآن، لا تنظر إليه، لا تنظر إلى الخارج، تنظر داخل المعارف، هذه في الحقيقة علوم كثيرة ومتعددة، قد لا يسع الحديث عن استعراض كثير منها، مثل أسباب النزول، التجويد، القراءات، الخط القرآني وما شكل ذلك من المعارف. لعله أهم محور في هذا الباب هو محور التفسير الذي أخذ مساحة أكبر، لأنه مناهج ومشارب ومدارس اختلفت فيها الأمزجة والأذواق. ولكن المحور الأساس الذي عاش في الذي ترعرع ونمى بسبب القرآن الكريم هو علم التفسير. بناء على ما ذكرتم، هل التفسير يدخل في علوم القرآن كمصطلح خاص، أو أنه علم ليس من علوم القرآن بل علم مستقل؟ المسألة قد تكون مجرد اصطلاحية وليست تعبدية، وليس هناك نص ديني أو لوازم عقلية في أن نجعل التفسير علما مستقلا، أو أنه أحد المعارف التي تولدت من وجود القرآن الكريم. خصوصا إذا أخذنا بالمعنى العام للتفسير فأنه يمكن أن يكون علما مستقلا قائما بذاته، ناظر إلى معاني القرآن، وخصوصا بهذه التفريعات الكثيرة التي أشار إليها الأستاذ أبي أحمد، عندما كما سوف نلاحظ إن شاء الله في طيات الحديث أن هناك تفرعات كثيرة ومسائل كثيرة كلها لها مدخلية في بناء التفسير الصحيح. سماحة الشيخ، ما وجه الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم وقد أنزله الله نورا وهدى وبصائر للناس وتبيانا لكل شيء، كما جاء ليكون بنفسه أحسن تفسير، فهل هناك حاجة لتفسير القرآن؟ لطيف. القرآن الكريم نعم هو نور وهداية ورشاد وأحسن تفسير كما وصف القرآن نفسه، ولكن هناك جهات كثيرة تبرر وجود هذا العلم وهذه المنهجة في التعاطي مع القرآن الكريم الذي يسمى بالتفسير أو التأويل. أولا، أنه المقاصد القرآنية تحتاج إلى توضيح في كثير من الأمور، بل أن الرسول صلى الله عليه وآله كان هو المفسر الأول، سواء من خلال تبيينه للمقاصد القرآنية أو من خلال تجسيده صلى الله عليه وآله للمعاني القرآنية. ولذلك نحن نعتقد أن القرآن الكريم له صنوة
وله هو أشبه ما يكون بكنز مليء بالمعارف، مليء بالتوجيهات، مليء بالأنوار، ولكنه يحتاج إلى آلية في التعاطي معه. نعم، هو لوحده نور وهداية ورشاد، ولكن لا يحقق مدى المقصود منه إلا من خلال هداية أهل البيت عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وآله، وهداية العارفين بمقاصده ومعانيه الذين يتصدون فعلا لتفسيره أيضا بالمعنى الحقيقي والواعي والحي. قد نقول أيضا سماحة الشيخ بأنه مع طول السنوات والمدة الطويلة افتقدنا الكثير من القرائن التي تساعد على فهم معاني الآيات، وبالتالي تكون هنالك حاجة أخرى ولتكن عارضة وليست من طبيعة القرآن، ولكن بالنسبة لنا نحن في أمس الحاجة لافتقادنا إلى تلك القرائن التي تساعد على فهم الشخص العامي لمعاني القرآن الكريم. هذا أعتبره تتميم للجواب أكثر من أن يكون سؤال آخر. أضيف فقط على ما أضافه الأخ أبو أحمد أنه نعم هناك بسبب الجهل بأسباب النزول والملابسات المحيطة بنزول الآية من جهة، ومن جهة ثانية ابتعادنا عن اللغة العربية والأدب العربي وذهابنا إلى مصطلحات جديدة ومنهجية جديدة في اللغة، وأسباب أخرى جعلت من الظواهر القرآنية مبهمة، نحتاج إلى أن يؤتى لنا بمرادفات الألفاظ التي لم نعد نستعملها، أو أننا أصبحنا نستعملها بنحو مغاير لما استعملها القرآن الكريم. ولكن أود أن لعله يكون هو هذا مفترق تأصيلي في فهم معنى التفسير، أن هذا ليس من التفسير في شيء، هذا مجرد تبيين معاني الألفاظ، إيراد أسباب النزول، إيراد سوف نوضح. قد يقودنا هذا إلى معنى التفسير. نعم صحيح. ما معنى التفسير سماحة الشيخ، وما الفرق بينه وبين التدبر؟ نعم، تصور أن المنهجية صحيحة في الحديث عن هذا الموضوع يقتضي مني اقتضاب الإجابة في هذا المورد وإحالة تبيين حقيقة التفسير إلى ليلة غد إذا وسعت صدوركم وعطيتني شيء من المجال. ولكن بالإجمال أقول أن التفسير هو تبيين المعاني، أو كما هو، لاحظوا أنه في اللغة هو البيان والكشف، وفي حقيقته هو تبيين المراد الاستعمالي لآيات القرآن الكريم، والمراد الجدي على أساس قواعد اللغة والأصول العقلائية للمحاورة. ماذا يراد بهذا؟ طبعا هذا التعريف ينطوي على مصطلحات، يقولون تبيين المراد الاستعمالي لآيات القرآن والمراد الجدي على أساس قواعد اللغة والأصول العقلائية للمحاورات. هناك كلام أيضا إن شاء الله يكون تسع صدر الجلسة لإبانته في طبيعة اللغة العربية وأسرارها. هناك سوف نتكلم عن أنه اللغة العربية، عندما نقول نفسر كلام عربي، نحن عرب نسمع كلام عربي، ماذا يعني نفسره؟ الألفاظ ودلالتها وارتباطها بالمعاني كما بحث علماء الأصول بتدقيقات لطيفة وتفكيك جميل جدا، اللفظ عندما يشير إلى معنى وعندما يستعمل في معنى يحتاج أن يطوي أكثر من مرحلة. نعم. طبيعة اللفظ كيفية استدعاء لمعنى معين، أي لفظا في اللغة العربية كلفظة أسد، لفظة غزال، الآن عندما أورد هذا اللفظ أنتم كعرب وأي عقل عربي يحصل هناك تداعي بسبب اقتران أكيد. الآن هناك مباني أيضا في طبيعة علاقة اللفظ بالمعنى، هناك تداعي والتصاق واستدعاء من اللفظ لهذه الصورة الذهنية، هذه الحركة الذهنية تحصل لا إراديا، بمعنى أنه حتى لو سمعت هذا الصوت، صوت أسد من شريط من مصدر غير عاقل، بل يقولون حتى لو كان من احتكاك حجر بحجر،
وصدر هذا اللفظ فإنه يستدعي هذه الصورة الذهنية، لفظة أسد يستدعي هذه الصورة، لفظة غزال يستدعي صورة حيوان له خصائص معينة. ولكن هذا الاستدعاء لا يكشف عن إرادة جادة من المستعمل لهذا المعنى، بل تأتي هناك مرحلة أخرى، مرحلة قرينة حالية، ظاهر حال المتكلم أنه أورد هذا اللفظ جادا. لاحظوا هذا التفصيل والتعقيد، كالفرق بين النائم والجاد. بالضبط، كالفرق بين الهازل والجاد، النائم والجاد، الصدور هذا الصوت من احتكاك حجر بحجر ومتحدث جاد صادق. وأيضا كالفرق بين من يريد استعمال اللفظ استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا. هنا أيضا توجد الصورة الذهنية، عندما أقول جاء أسدون فأنه يأتي في بالك صورة الحيوان المفترس، ولكن عندما أقول يحمل سلاحا فأن هذا قرينة تدخل في استكشاف إرادتي الجدية. كصورة ذهنية يأتي في ذهنك صورة أسد، لا سبيل لك إلا ذلك، ولكن عندما أأتي بقرينة صارفة كما يعبرون تكشف عن أن هناك إرادة غير جادة في إيراد صورة الأسد. نعم، هي إرادة جادة توصلية في الحقيقة، وإنما إرادتي الجادة النهائية هو تشبيه القادم من حيث الشجاعة والإقدام بالأسد، ولكن مرادي الجاد هو الشجاع، هو الجريء. هذه الخصوصية في اللغة بالإضافة إلى مجموعة قواعد عقلائية بين العقلاء في أحاديثهم، أي متحدث يتحدث يبدو من كلامه المعنى التصوري الأول الذي ذكرناه، ولعله أيضا المعنى الإرادي الثاني، ولكن في مجموع الكلام يتفاعل بعضه ببعض، وهذا يصطلحون عليه في الأصول بأنه قرائن الحكمة. أي متكلم حكيم، حكيم يعني عاقل سوي الإدراك، عندما يتحدث بهذا النحو من الحديث بالإجمال والتفصيل والعموم والتخصيص، هذا الكلام يبدو في بدو الأمر أنه في حالة من التقاطع وحالة من التضارب وحالة من التضاد، ولكن قرينة الحكمة، قرينة أن المتكلم إنسان سوي عاقل حكيم، لا سبيل له إلى إيصال المعاني المقصودة إلا من خلال مجموع هذا التفاعل. من هنا نقول أن التفسير في القرآن الكريم، خصوصا إذا تكلمنا على أن القرآن الكريم هو كلام الله، وهذا أيضا بحث آخر أتمنى أن لا يسبقني الأستاذ أبو أحمد في بعض الأمور لكي لا يربك الأمور، في أنه هذا أمر آخر سوف نشير إليه. نحن الآن نتكلم على مستوى اللغة، على أنه الكلام القرآن كلام عربي يتعامل بمنطق اللغة العربية، لا نفترض أنه نحن الآن نتعامل مع هذا الكتاب لا على أنه مقدس وأنه مصون من الخلل، نحن ننظر إلى القرآن كعقلاء، نريد أن نؤمن بالقرآن أنه معجز، نريد أن نؤمن بالقرآن أنه من الله، فنحن نحاكمه ونتعاطى معه بكل صدق وشفافية وعفوية أيضا، لا نفترض أنه من الله. هذا الافتراض وهذه اللوازم وهذه المعاني سوف تفتح لنا بابا آخر طويلا عريضا يأتي الكلام فيه. عفوا، فالتفسير هو معالجة دلالات اللغة وآلياتها لتحديد المعاني والتوفيق بين عموم القرآن الكريم في الفاظه، الوصول في النتيجة إلى مراد الله العزيز من هذه الآيات. بالضبط، للوصول إلى المرادات من هذه الألفاظ، وأنها هل هي متوافقة متجانسة أو أنها متعارضة متضادة مختلة. نعم، هذا المعنى الذي أوضحتموه من التفسير، ما الفرق بينه وبين التدبر؟ نعم، الذي حث عليه القرآن الكريم. نعم، القرآن بطلاوته وحلاوته وظاهره
ليس فقط يعالج الفكر البشري ببرهنة ولوازم عقلية، وإنما يستثير المشاعر ويناغي النفس ويعالج العقد الروحية في الإنسان. هذه الخصوصية في القرآن، بل هذه القدرة الاستثنائية في القرآن، طبعا بموافقة وتناغم بقية الخصائص، كونه قادر على أن يعالج جزئيات خلجات الإنسان، يعالج أعمق ما في وجدانيات الإنسان بأدب ولطافة وصدق، يستثير في الإنسان التأمل والتدبر في ما خلف الأمور. التدبر ليس هو الوقوف على المعاني، وإنما النظر إلى دبر الأشياء وعواقبها. نحن كلنا نعلم أننا في هذا الوجود، وأننا موجودون، وأن هذا القرآن جاء يفسر لنا هذا العالم، وأن هذا العالم هو موجود آني، وأننا نسير من عال خلقة سابقة إلى خلقة فعلية إلى خلقة لاحقة، وأن هناك مدير ومدبر وإله. هذه المعاني في الذهن لا تفي بالغرض، يراد إحياء هذه المعاني لتتحول إلى أحاسيس ومشاعر وتذوق. لذلك التدبر ليس هو مجرد المعالجة العلمية، لعله التفسير يأخذ المنحى المعرفي العلمي الاستكشاف، ولذا أنت تقرأ تفسيرا مرة واحدة وتكتفي، ولكن تقرأ القرآن كل يوم، تراجع القرآن كل حين، هذا هو التدبر. التدبر يعني تستثير ما في أعماقك من إدراكات ومعارف لتنظر إلى عواقب الأمور وما بعدها. أنت لا تكتفي أن تتدبر يوما ما، وإنما يتتدبر دائما. ولذا هو قرآن، قرآن يعني يقرأ ويتلى ويكرر فيه التلاوة، إذا تأذنون لي أقول هذا المعنى. لاحظوا كل مادة علمية معرفية كلما قرأت فيها اتضحت لك الصورة، حتى تبلغ مدى معين تكون الصورة واضحة، بعد ذلك تشعر أن قراءة هذا الكتاب مملة وغير مفيدة. تكرار. وكذا لو كان أي عمل أدبي بديع لطيف جميل، مهما كان بليغا في فنونه، شعر رائع جميل ممتع، تقرأه مرة مرتين تجد فيه لذة، ثلاث أربع، ثم تتشبع بالنتيجة تصورا ومشاعرا، تجد أن هذه الألفاظ قد استوعبت آفاقها وروحها الأدبية. يعني في القرآن الكريم ما يكون هي دعوة إلهية للبشر لاستمرار عملية التنقيب والبحث في معاني القرآن الكريم دون توقف. وكلما استثار القرآن في أعماقك من أحاسيس ومشاعر وخشوع ورقة وإيمان، كلما قرأت القرآن بصورة أجد وطلاوة أكثر وحلاوة أكثر، كلما صدقت التأمل في القرآن واسترسلت في القراءة بعفوية، وعطفت رؤياك وعقائدك وأهوائك للقرآن الكريم، كلما وجدت هو أشبه ما يكون، وإن كان من باب التقريب، أشبه ما يكون بهذه العملية التي تمارس اليوم في الكمبيوترات تحت مسمى مثلاً، أنا لا أجيد الاصطلاحات، ماذا تسمونها؟ هذا تجديد الكمبيوتر، فرملة، فرمتة، تحديث، فرمتة، لا تحديث، تحديث، فليكن اصطلاحات جديدة. أبديت. الأمر سهلا، هذا نحو تحديث لملفات الروح الإنسانية. الإنسان في حياته تتشتت همومه، تتشعب عليه الأمور، ولكن عندما يقرأ القرآن فإنه تعيد له الأمور إلى نصابها وتضعه، وهذا معنى التدبر. التدبر لا أن تمسك قلم وورقة وتقرأ آية وتنظر إلى ماذا تدل وتعرب المبتدأ والخبر ولماذا قدم هنا ولماذا وصف، هذا عمل ذهني جيد، هذا تفسير. ولكن التدبر عندما يكرر القرآن الكريم مثلا هذه الآيات، هذه القصص، هذه المعاني، يقصد إثارة الروح وإثارة الاطمئنان واليقين في عمق الإنسان. هل تفسير القرآن
على ما فيه من معارف عالية ودقيقة جدا، بالخصوص أنه الرسالة الإلهية الخاتمة للبشر. هل هو ممكن؟ نعم. هل يمكن الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى النهائي والمعنى الدقيق لما أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات؟ نعم. أم أن المقصود من إمكانيات التفسير هو شروط التفسير أو مؤهلات المفسر وقدراته التفسيرية، أو الأعم منها، ما المراد من إمكانية التفسير؟ نعم. طبعا هناك مشارب تحاول أن تنتهي، أو هي في الحقيقة تنتهي إلى تضييق دائرة التعامل مع القرآن الكريم. هناك من يقول أن فهم القرآن إنما يكون فهما نسبيا، باعتبار أن القرآن ينطوي على محكمات ومتشابهات، ويفهم المتشابهات أنها آيات قرآنية ذات معاني مبهمة غامضة، فالقرآن ينصص على أنه ينطوي على معاني مبهمة غامضة متشابهة، ينهى عن اتباع هذه المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، وأن اتباع هذا المتشابه خطأ، فيقول أن فهم القرآن بالنتيجة أمر نسبي يتعلق بالآيات المحكمة فقط لا غير. ولعله يدعم هذه وجهة النظر بمجموعة غير قليلة من الروايات التي تريد أن تقول أنه لا يمكن فهم القرآن الكريم، لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء، وأنه لا يفهم القرآن إلا من خطب به، وأنه كما يروى عن الإمام عليه السلام في خطابه لقتادة: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خطب به، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. هذا المبنى النسبي يضيق التعامل مع القرآن الكريم. هناك مشرب آخر، وهو مشرب الإخباريين الذين يقولون أن القرآن الكريم كتاب جليل عظيم يتحدث، ولعله كما ابتدأ الأستاذ أبو أحمد، أن القرآن يتحدث عن الغيب وعن صفات الله وجلال الله، والعقل البشري لا يصل إلى إدراك هذه المعاني غيبية، فلا يمكن أن نفهم المقاصد الحقيقية الواقعة للقرآن الكريم لأنها أمور غيبية. وهناك مشرب ثالث، ومع الأسف وجد له بعض الساحات في عالمنا الإسلامي تحت عنوان الهرمونطيقية أو تعدد القراءات. هؤلاء غالبا هذه المشارب والمدارس أصلها تولد في الغرب، الذين جاءوا ليعالجوا النص الديني، بل النصوص الأدبية والشعرية ضمن مناهج تفسيرية كثيرة، انتهوا إلى أنه لا يمكن أن تفهم هذه النصوص ضمن مدرسة طويلة عريضة. بالإجمال هكذا يقولون، أنه كل متحدث يتحدث في ضمن ثقافة معينة وتاريخ معين وملابسات معينة، عندما تتغير الظروف وتتغير الملابسات ويتغير التاريخ، لا يمكن لقارئ هذا النص أن يصل إلى نفس مرادات المتحدث الأول. بل بعضهم يقولون أنه نفس النصوص الدينية بالخصوص ليست ذات معنى محصل في حقيقتها. الآن لاحظوا أن المبنى الأول الذي يقول بالنسبية يقول أن هناك معاني وبعضها يمكن الوصول إليه وبعضها لا يمكن تحت عنوان محكم وتشابه. القول الثاني الذي يذهب إليه الإخباريون ينفي أن النص الديني مطلق، ينفي أنه يمكن الوصول إلى مقصد النص الديني على أنه هناك معنى له.
القرآن الكريم جاء ليوصل معنى معين، ولكنه يخاطب من هو أهل وهو المعصومين، غيرهم غير قادرين على الوصول إلى هذه المعاني. المعنى المشرب الأول يقول أنه ليس له معنى مطلق. المعنى الثالث يقول أصلا النصوص الدينية ليست بذات معنى، هي أشبه ما تكون بهذه اللوحات السريالية الرومانسية ذات الخطوط المتداخلة. هم يقولون النص الديني افترض فيه موت المؤلف وموت النص، والمرجع هو المشاهد. أنت بماذا تشعر عندما تقف أمام لوحة سريالية؟ هو الغرض هذا شعورك، ولذا ينتهون إلى هذا المعنى، أنه ما تجده من مشاعر وأحاسيس مقابل هذه اللوحة هي مشاعرك، ليست إصابة وليست خاطئة. هذه اللوحة ذات الخطوط والألوان المتداخلة، عندما أجد منها حالة شعورية مثلا من الحزن والكآبة، وعندما تلحظها أنت فتجد في نفسك حالة من السرور، أي منا مخطئ أي منا مصيب. هي اللوحة لا تقول سرور ولا تقول شيء، هي تثير مشاعر كل إنسان، وكل إنسان يتلقى عواطف ومشاعر تستثار عنده. كذلك القرآن وكذلك النصوص الدينية عموما، هكذا تعدد القراءات، هكذا الهرمنطيقية يقولون الكتب الإلهية السماوية الكتب المقدسة ليست ذات معنى محصل، بدليل أننا نجد أن البعض يقرأها فيجد أنه يذهب باتجاه حاد ثوري متشدد، وآخر يقرأ نفس النصوص وينتهي إلى حالة من الليونة والملاطفة، أي منهما صح أي منهما خطأ؟ ليس هذا صح وليس هذا خطأ، وإنما كل منهما يخرج بالطباع، لأنه لا يوجد معنى محصل مرجعي نحن نبحث عنه، وإنما هذه خصوصية في الكتب المقدسة. طبعا هذه سماحة الشيخ مرتبطة بنظرية الفلسفية في نظرية المعرفة لعمانويل كانت، التي يرى فيها أن هناك فرق بين الحقيقة في ذاتها والحقيقة كما تبدو لنا. لعله يكون له بعض التأثير، ولكنهم بشكل عام الغربيين دخلوا في عالم المعرفة. عمانويل كانت أربك في بعده المعرفي العقل المجرد كما هو يقول، والعقل النظري والعملي أيضا. هؤلاء في كل الأمور، حتى على المستوى الفنون، حتى على مستوى المدنية، حتى دخلوا في عالم من الرومانسية وعالم من المشاعرية، لم تعد عندهم شيء يبنى على شيء، لا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى القيم ولا على مستوى المعرفة. هذا الإرباك انجر على حتى على مستوى التعامل مع النصوص الدينية. هل التفسير كحقل معرفي يراد من خلاله فهم المراد من الآيات القرآنية له إمكانيات خاصة به دون سواه من الحقول المعرفية، أم التفسير مثله مثل باقي الحقول المعرفية له ذات الإمكانيات والقدرات فيما يتصل بدائرة المعرفة والفهم والتفاهم والتفسير والاستنباط باعتباره نصا من النصوص؟ يعني هل هو قابل، هل يمكننا نصل إلى معرفة فيه أو لا نصل إلى، يمكن يعني هل الأدوات التي من خلالها نصل إلى مراد الآيات هي أدوات خاصة بالقرآن الكريم أو نفس الأدوات التي من خلالها نفهم مراد أي نص من النصوص؟ طبعا القرآن الكريم هو كلام عربي خاضع لمنطق الكلام العربي من قواعد اللغة، وكما أشرنا قبل قليل في تفسير في معنى التفسير، قواعد اللغة العربية والسيرة العقلائية في الحديث، وليس للقرآن لغة خاصة به تختلف عن اللغة العربية الدارجة والمألوفة. نعم، هو من زاوية أخرى يتكلم عن معاني عالية ومضامين بعيدة لم تألفها الإنسانية. هو جاء يعطي للإنسانية معارف لم يألفوها ولم يضعوا لها معاني بأزائها. يعني أنت عندما تريد أن تشرح لشخص منطقة جغرافية، هذه المعارف مألوفة، الجبال والوديان والشوارع والدور أمور معروفة ذات مصطلحات محددة، ولكن إذا أردت أن تبين له آفاق السماء وطبيعة الملائكة والعرش واللوح
في عوالم غيب لم نعتد الحديث عنها، سوف يحتاج القرآن هنا، ولعله هذا ما سوف نتحدث عنه في باب المحكم والمتشابه. لماذا يستعمل القرآن الكريم تشابهات؟ هو لا يريد أن يقع، لا يستعمل ألفاظ متشابهة بمعنى ألفاظ غير واضحة الدلالة، وإنما هو يتحدث كما يتحدث الناس. نعم، المعاني التي يريد أن يوصل إليها لا يمكن تأديتها بالإصطلاحات الجارية بين الناس. عندما أريد أن أقول لكم أن ملك من الملائكة جاء وأحدث أمرا، يجب أن نفهم ماذا يعني ملائكة، ما هو دور الملائكة. هذا أمر لم تعتده الإنسانية وتأنس به وتضع ألفاظ مخصصة لكل فعل، ولذلك نضطر نقول أوحى الملك إلى النبي. ماذا يعني أوحى؟ أصل الإيحاء ما حقيقته؟ نعم، نحن نشعر بالألم، نشعر بالجوع، نشعر لأننا أدركناه، فنقول هذا جوع، هذا ألم، هذا شبع، هذا عطش، هذا فرح. ولكن عندما نقول ملك أوحى ما في اللوح المحفوظ إلى النبي، ما هو حقيقة اللوح المحفوظ؟ ما هو الملك؟ ما هو الإيحاء؟ كل هذه أمور لم نمارسها ولم نعيشها ولم نتذوقها لكي ندرك هذه المصطلحات. الآن القرآن الكريم هل يختص بأسلوب خاص في التعبير؟ لا، هو لا يختص بأسلوب خاص في التعبير، هو يختص بمعاني يشير إليها، هو يختص بمعالجة أشياء فوق إدراكات الإنسان العادي، فوق إنسان المألوف من الناس، ولكنه لم يأتي ليحدثهم عن قضايا تاريخية وقصص تاريخية فتصبح القضايا سهلة. عندما يتحدث عن بني إسرائيل، عندما يتحدث عن موسى وفرعون، عندما يتحدث عن هذه القصص قضايا سهلة ومفهومة، ولكن عندما يتكلم عن نزول ملائكة، كم عدد الملائكة الذين نزلوا ليلة بدر مثلا؟ كم تقريبا؟ 3000 أو 5000 مسومين. ما الغرض من نزول 5000؟ هنا عندما نعيش مع ذهنية الإنسان العادي الذي يتعامل مع الأرقام سوف يستغرب أنه 5000 ملك، ما الغرض منهم؟ هم الكفار كلهم 1000، والذين قتلوا من الكفار كان 70، والذين قتلهم نصفهم علي ونصفهم شارك فيه علي. إذن الملائكة ماذا كانوا يصنعون؟ ما الغرض من نزولهم؟ لا غرض لهم، أصلا ما فعلوا شيء. عندما تتحدث بلغة المنطق الرياضي الإنساني الأرضي، نعم تتساءل هذه الأسئلة ويقع في بالك أنه ماذا يعني نزول الملائكة بهذا العدد. كل هذه القصة تصبح ليست هذه القصة، قصة آدم ونزوله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما الغرض؟ ولماذا جاء إبليس ودخل الجنة وأزل آدم لو لم يزل آدم عليها الصلاة؟ لاحظوا هذه القصة، بل أغلب ما في القرآن الكريم مفهوم واضح، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كلنا فهمنا كل هذه الألفاظ لغة عربية نفهمها، صح؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أيضا هذه نفهمها. وإذ قلنا لآدم مثلا اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا ولا تقربا هذه الشجرة، معاني ألفاظ واضحة. إذا ما الذي يحتاج إلى تفسير؟ الذي يحتاج إلى تفسير شيء وراء هذا، الذي يحتاج إلى تفسير ليس تبيين الألفاظ اللغوية وعلاقة اللفظ باللفظ ودالة اللفظ على هذه المعنى والخاص والعام والظاهر، لا، كل ليست هذه التي تحتاج إلى تفسير. ولذا ينسب إلى الإمام رضوان تعالى عليه أنه أغلب ما في أيدي الناس تحت عنوان التفاسير ليست بتفاسير في الحقيقة، مجرد تبديل ألفاظ. أرجو أن أكون أوصلت ما أريد أن أقوله. سماحة الشيخ، عفوا إذا تسمح لي، أنا كنت أتحدث عن آليات التفسير. لاحظوا أنه يعني هذا مخ السؤال، هذه كانت مقدمة. آليات التفسير هنا يجب أن نلاحظ أن الآلية الصحيحة للتفسير أستطيع أن أقول عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو كما يعبر الشهيد الصدر رضوان تعالى عليه، أن نجعل من القرآن معالجا لاستفساراتنا. نحن يجب أن نتساءل هذا الوجود كيف، هذا العالم من أين، كيف خلق هذا العالم، نستثير ما في القرآن من معاني ومطالب. هذا جهة. جهة ثانية،
هو لنستعين بمن خطب به القرآن الكريم وهم الأئمة عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وآله، الذي قلنا من البداية هم المفسرون. آليات التفسير هذين العنصرين، معرفة الواقع ما أمكننا، لأنه أنت عندما يأتيك دكتور ويتحدث لك عن بعض تفاصيل ما تعيشه بدنك من مثلا خلل في بعض الأمور، أنت لن تستطيع أن تفهم كل ما يقوله الدكتور إلا بمقدار ما تعرف من قوانين بدنك. فعندما تعرف قوانين بدنك تفهم ماذا يقول الدكتور من وجود خلل. ومن جهة ثانية هو أنه يجب أن يكون هناك دكتور يفسر لك ويترجم لك القرارات والأوامر الواردة. سماحة الشيخ، ألا يتنافى ما ذكرتموه من أن تفسير القرآن لا يحتاج إلى لغة خاصة مع منهج التفسير الإشاري أو العرفاني كما هو موجود؟ طبعا المناهج التفسيرية كثيرة، هناك نريد أن ننتهي إلى هذه النقطة وهو معالجة المنهج الإشاري، المنهج الرمزي في القرآن الكريم. هناك مشارب في تفسير القرآن، فهناك من ذهب إلى المعالجات الفقهية في القرآن ويبرز البعد الفقهي في القرآن، وأنه القرآن جاء ليعالج الأحكام الشرعية. وهناك من يرى أن القرآن كله عبارة عن كشوف علمية ويعالج الفلك والكون والذرة والمجرة وما شكل ذلك. وهناك من يجعل القرآن الكريم كله إشارات ورموز إلى مطالب عرفانية وأمور سماوية وخلفية ولوح وقلم وعرش، ويفسر كل واحدة من هذه الألفاظ ويجعل من كل واحدة من هذه الألفاظ رموز وإشارات، بل ويحمل أغلب ظواهر القرآن الكريم على أنها في مقام وصدد معالجة هذه الأمور العقائدية الروحية. في الحقيقة مجموع هذه المشارب هو الصحيح، بمعنى أن القرآن الكريم كما يذكر بعض العلماء ليس كتابا علميا ولا كتابا تصوفيا ولا معالجات فلسفية ولا إبداعا بلاغيا ولا معالجة للشأن الاجتماعي ولا معالجة للشأن الأسري، ولكنه مجموع هذه الأمور، لأنه جاء ليعالج حقيقة واحدة تتولد منها كل هذه الأمور، وهو يعالج عملية التوحيد، وهو يدعو إلى أن يتوجه الإنسان بقلبه وفكره وإدراكه وعمله إلى توحيد الله. ولكن الإنسان متشعب الشؤون، الإنسان فيه فكر وفيه مشاعر وفيه بدن، وبدنه يحتاج إلى تغذية ونمو ذاتي واجتماعي وأسري. هذا التشعبات، هذا التعدد في الإنسان هو الذي أحوج القرآن الكريم إلى معالجة هذه كمقدمات. الآن القرآن الكريم ليس كتابا صوفيا ولا كتابا عرفانيا ولكنه ولا حتى كتابا فلكيا ولا كتابا طبيا، ولكنه عندما يتكلم يأخذ بأدق المعارف، بأدق الحقائق على مستوى الطب وعلى مستوى الفلك وعلى مستوى الجغرافيا وعلى مستوى التاريخ وعلى مستوى المستقبل وعلى مستوى الفلسفة وعلى مستوى المعرفة. فإذا كل إنسان مهما بلغ في شأنه من المعرفة سوف يجد أن القرآن الكريم ينطوي على إشارات على هذه الأمور. كما تلاحظون مثلا البعض يأنس بأن يلاحظ ما في القرآن الكريم من إشارات علمية، حركة الشمس، حركة القمر، علاقة الذرة بالمجرة، ويدخل في كل هذه التفاصيل، أو إشارات إلى مثلا الجهات الطبية، ولكن لا يحصل القرآن الكريم ويفترض أن يطوي القرآن ويعوجه على أنه كتاب عرفاني أو كتاب. نعم، أولا هو ليس كتابا تخصصيا بل كتابا إنسانيا يستوعب كل ما يحتاجه الإنسان وبمدى ما يستطيع أن يستوعبه الإنسان، وثانيا هو فنيا هكذا، يعني يستوعب كل هذه الجهات بلغة هادئة وبسيطة. كما أشرنا أنه عندما يريد أن يعالج حركة الإنسان النزولية في هذا العالم لا يدخله في إصطلاحات فلسفية تخصصية، وإنما يعرضها عرضا سلسا لطيفا، وهنا غاية الإبداع والإعجاز في القرآن الكريم. نعم، القرآن فيه إعجاز عددي، فيه إعجاز بلاغي، فيه إعجاز علمي، فيه إعجاز عرفاني، فيه إعجاز فلسفي برهاني،
فيه إعجاز نظمي في نظم حياة الناس، فيه إعجاز فقهي. كل عالم، كل علماء يتعاطون مع القرآن يندهشون من دقة القرآن وإبداعه، ولكن ما هو أكثر إدهاشا هو أنه يجمع كل هذه الألوان البديعة في لون هادئ سلس يقدمه للإنسان بعفوية وبساطة، يخاطب فيه الإنسان البدوي الخالي من كل هذه المعارف. وهذا هو السر الإلهي، وهذا هو الإبداع الإلهي، وهذه الحجة البالغة على الإنسان. لا يستطيع شخص يقول يا ربي أنا لا أفهم هذه المطالب المعقدة، لست أكاديميا، لست متخصصا، لم أحط بهذه العلوم. هو لا يطالبك بشيء من هذا القبيل. سماحة الشيخ، طبعا ما ذكرتموه يوضح ما هي أسباب نشوء الاتجاهات والمناهج التفسيرية. فطبيعة القرآن وهذه الشمولية التي يحتويها آيات القرآن الكريم تسبب نشوء اتجاهات ومناهج تفسيرية مختلفة. نعم سماحة الشيخ، بناء على ما ذكرتموه نود أن نلخص للمستمع الكريم أهم عناصر التفسير أو مدارك التفسير. هذا المفسر حينما يأتي ليفسر آية القرآن الكريم، ما هي المدارك التي يستقي منها؟ ما هي الآليات والأدوات التي يستعين بها للوصول إلى مراد الآيات، مراد الله من الآيات؟ نعم، في الحقيقة هذا النقطة هي نقطة مركزية وحساسة، ولا يمكن ضبطها في عنوان تلخيص مختصر، لأنه هذه العناصر متفاعلة. أول أمر له علاقة بالتفسير هو أن يتجرد الإنسان، وأن كما تعبر الروايات أن يعطف الهوى على الحق، وأن يعطف الرأي على القرآن. وهذه عملية تحتاج إلى تجرد، عملية تحتاج إلى جهد روحي عظيم، لأن الإنسان مع الأسف كثيرا ما يكون أسير خلفيات تصورات ومواريث وبقايا وآثار حضارية وإنسانية وأسرية وتاريخية وعربية. العربي لا يستطيع أن ينعتق عن آدابه العربية وتصوراته العربية وأحاسيسه العربية، العجمي كذلك، التركي كذلك. أن يتجرد من كل هذه المؤثرات ليأتي للقرآن الكريم نظيفا صافيا خاضعا منقادا لتوجيهات القرآن الكريم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن لا يضرب القرآن بالقرآن، وهذا معنى تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن ليس وليد العصر الجديد، تفسير القرآن الكريم القرآن بالقرآن جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، جرى على لسان أمير المؤمنين عليه السلام في وقائع محفوظة ومسجلة في التاريخ، وأنهم كانوا يعالجون بعض الآيات القرآنية ببعض الآيات القرآنية، كما لعله سمعت مع قصة تلك المرأة التي حملت لمدة 6 شهور وكاد الخليفة الثاني أن يرجمها، لولا أن أمير المؤمنين عليه السلام لفت نظر الخليفة الثاني إلى أنه حمله وفصاله 30 شهرا، بينما حمله بينما فصاله في عامين ذاك في نعم. على كل حال، هذا النحو من التوفيق والجمع بين الآيات القرآنية أمر في من أصل القرآن، هو القرآن يتفاعل في ذاته. كنموذج لهذا المعنى، عندما اختصم المسلمون في أن الإنسان مريد مختار مجبور، بعض المسلمون أخذوا بعض الآيات القرآنية تحزبا وتعصبا لمذهبهم، فقالوا القرآن، قالوا الإنسان مجبر، والدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخذوا آية وضربوا بها الآيات الأخرى. الطرف المقابل قالوا لا، الإنسان مطلق العنان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لاحظوا هذا ضرب للقرآن بالقرآن مقابل التوفيق بين الآيات القرآنية، كما هو ديدن أي متحدث حكيم يريد أن يوضح الأمور، يوضح الجوانب. ويجب أن تحمل، أنت تقول أنا لا أرغب في مثلا الذهاب إلى المنطقة الفلانية، ثم بعد ذلك، أو مثلا تقول أنا أكرم العلماء،
ثم تقول أنا لا أكرم هذا الصنف من العلماء. بدوا يبدو هذا الكلام مثلا متعارض، ولكن في الحكمة العقلائية وفي الجري العقلائي الناس يفهمون أن هذا يقيد هذا، وأنك تكرم العلماء خصوص هذا الصنف من العلماء لا تكرمه. فسقة العلماء مثلا أو علماء العلم السحر مثلا أو بعض العلوم غير المحبذة، هذا أمر فإذا النقطة الأولى هو أن تتجرد. النقطة الثانية هو أن تدع القرآن الكريم يتفاعل بعفوية وبساطة، وتعالج بعضه بعضا وتثني بعضه على بعض. قرآن مثاني يعني يتوافق ويقيد بعضه بعض بحيث ينتج معنى محصل جامع. العنصر الثالث وهو أهم العناصر في الحقيقة التي أشرنا إليها في البداية، هو أن نهتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته. أنت لا تستطيع أن تصل إلى المغازي النهائية، نعم أصل الهداية، أصل الرشاد، أصل النور، أصل بلوغ المقاصد الأساسية في التوحيد والإيمان القرآن كفيل بتحقيقه، ولكن أن تصل إلى ما أسمى ما يريده القرآن الكريم وأعلى ما يريده القرآن الكريم أنت لا تستطيع ذلك. لا تبلغ عقول الرجال مبالغ القرآن الكريم، لا تستطيع أن تستوعب كل ما في القرآن الكريم من إشارات وملامح وتلميحات، فإنها غامضة دقيقة لأنها كنوز لا تستوعبها القدرة المحدودة للإنسان. أحسنتم سماحة الشيخ. هنالك ليلة أو قسم ثاني لهذه الحلقة، في الليلة القادمة بمشيئة الله سيتم التطرق فيها إلى الفرق بين التفسير والتأويل وما يتعلق بتأويل القرآن والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك من العناوين المهمة التي بإمكانها أن توصل الصورة كاملة مع ما ذكره سماحة الشيخ في هذه الليلة. هناك مجموعة من الأسئلة التي وردت من الأخوة الحضور. سماحة الشيخ، كيف يمكن لعلم التفسير أن يثبت أن القرآن الكريم صالح لكل زمان؟ عذراً، علم التفسير لا يتصدى الإجابة على هذا السؤال، أنه هو القرآن يثبت نفسه في ذلك. قلنا أنه التفسير بالمعنى الصحيح وهو إيصال الإنسان إلى أعمق مقاصد القرآن الكريم ليس في صدد أن يثبت هذا المعنى، وإنما هو القرآن الكريم في واقعه يكشف عن ذلك لمن تعاطى معه بصدق وإخلاص. شكرا سماحة الشيخ لبيانكم، وفقكم الله وزادكم علما. ما هو التفسير المناسب لنا كأشخاص عاديين؟ أقصد من التفاسير. لعله التفسير الأمثل كتفسير بسيط اللغة، سهل ممتع، ولكن بطبيعة الحال تفسير الميزان يعتبر هو المعيار اليوم في المراجعة العلمية الرصينة. لماذا لم ينزل الله عز وجل القرآن الكريم بحيث أنه يكون مفهوم لجميع عقول البشر؟ فالأحكام الشرعية والمفاهيم القرآنية التي يحتاج إلى استنباطها من الراسخون في العلم، لماذا لا يستغني عنها البشر العاديين؟ طبعا هو القرآن الكريم نزل لعموم البشر وهو يخاطب عموم البشر، ولذلك هو يأتي بالقصص والأحداث والأشبه ما يكون بسوالف آخر الليل، بسيط سهل ممتع لذيذ، لا يستطيع أحد أنه يقول هو لا يخاطبني. نعم هو لا يريد أن يسالف، لا يريد أن يقول قصص وتاريخ وحكايات اعتباطا، هو يريد أن يأخذ بيدك إلى مراتب كمال الإنسان. إذا استعصيت أنت وبقيت متشبث بهذه الأرض فهذا ليس مشكلة القرآن، مشكلتك أنت. هو يريد أن يأتي ويخاطبك بألطف لغة، بأرق عبارة، ولكن ليأخذ بعقلك وأدراكك ومشاعرك كما قلنا، يريد أن يأخذ بيدك إلى مدارج الكمال والرفعة والترقي في إدراكك ومشاعرك وأحاسيسك وحركتك الاجتماعية. إذا كان هناك استعصاء، إذا كان هناك تمنع، إذا كان هناك عمل، فهو ليس منه. بما أنه لا يفهم القرآن إلا من خطب به، فمن هو الأحق بتفسير كلام الله
من الأنبياء والرسل والمعصومين، وبالتالي ما يقوله العلماء لا يعدو سوى تدبر وتأويل، فهل هذا الكلام صحيح وكيف نرد عليه؟ طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، وأنه أصل المقولة وأصل الرواية أنه إنما يفهم القرآن من خطب به بالمعنى الذي ذكرناه، أنه لا يفهم القرآن في كل آفاقه ومغازيه، وألا الكل يفهم القرآن، هو القرآن يفسر بعضه بعضا، هو نور وهداية ورشاد، وهو حجة على الجميع، وهو برهان تام البرهنة لا يتوقف على شيء. نعم، الفهم التام العميق الغاية منه لا يتحقق إلا بهم عليهم السلام. نعم، في هذا السؤال ينطوي على أنه إذن من هو أحق؟ نعم، هم عليهم السلام أحق بتبيين معانيه، وإذا بينوه نحن نتبعهم في هذا التبيين. كلامكم شيخنا لعله إشارة إلى ما ورد أيضا من أن القرآن له ظهر وبطن. نعم، هو كذلك، هو كذلك. نعم، في مستوى في مستويات معينة هو ظاهر بين مدرك. سؤال آخر، هل القرآن الكريم كله أحكام فقهية، وهل أنا المكلف أفهم الحكم الشرعي من القرآن؟ واضح أنه القرآن الكريم ليس كله آيات قرآنية، هناك آيات محدودة اسمها آيات الأحكام، لعله لا تتجاوز 600 آية، وخصصت كتب لمعالجة هذه الآيات المرتبطة بالأحكام الشرعية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يقال أنه ما من عام إلا وقد خص، الروايات كثيرة تبين تفاصيل الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم. أوضح مثال هو مسألة الصلاة، مسألة الأحكام المرتبطة بالنكاح والطلاق والزواج والشؤون الاجتماعية والعبادية، كلها لم تبين في القرآن الكريم، وإنما المعصومين عليهم السلام أبانوها بشكل تفصيلي. أما أنه هل تستطيع أنت أن تصل إلى الأحكام الشرعية من خلال النظر في القرآن الكريم؟ نعم، تستطيع أن تصل إلى المعاني العامة، الروح العامة، المزاج العام في القرآن الكريم. القرآن يدعو إلى نظم المجتمع، وهي أحكام شرعية، ليس أحكام شرعية بالمعنى كما الآن قد يطرح. فعلا الأمر فعلا صادق في أنه يطرح هكذا، أنه ليست الآيات المرتبطة بالأحكام هي هذه الآيات المذكورة التي تتكلم عن حالات الطلاق والزواج والإرث والصلاة وما شكل ذلك والحج، وإنما حتى الآيات التي تتكلم عن الشأن الاجتماعي، تتكلم عن الحكومة الإسلامية، تتكلم عن نظم المجتمع، كلها آيات أحكامية بالنتيجة، قد تكون أهملت تاريخيا. أنت تستطيع كما هو غرض القرآن أن تصل من خلال قراءة القرآن وفقط، أن تصل إلى إدراكات عامة وتصورات عامة تكون محققة للغرض العام في فهم الدين. نعم، تفاصيل الأحكام الشرعية الفقهاء قد لا يستطيعون أن يصلون إلى هذه إلا بهداية أهل البيت عليهم السلام. كما أن هناك سماحة الشيخ أيضا مجموعة من الأحكام الفقهية التي يعبر عنها الفقهاء بأنها من ضرورات الدين تفهم من القرآن الكريم. بلا شك الضرورات تبرهن عليها بالقرآن الكريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كلام نعم. واضح نستطيع أن نفهم منه معنى جليا. صحيح، لطيف. يقول السائل، لماذا يهتم المفسرون في تفسيرهم للقرآن الكريم بعلوم التاريخ الإسلامي؟ نعم، كما أن أسباب النزول والملابسات المحيطة بالنص الديني أعم القرآن الكريم له مدخلية في إضفاء وضوح على النص، كذلك الحدث التاريخي والملابسات التاريخية وملابسات الأحداث التاريخية. طبعا ليس معنى ذلك أنه المفسرون يهتمون في هذه الجهة أو هكذا، يجب أن نقول أنه ذكرت قبل قليل أن هناك بعض التفاسير التي تميل إلى إيراد الأحداث التاريخية، كما أن بعض التفاسير تميل إلى البحوث اللغوية، بعض التفاسير تميل إلى استثارة المسائل العلمية، ولكن بالإجمال الحدث التاريخي والملابسات التاريخية له مدخلية كبيرة في توضيح النص الديني والتفسير. سماحة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة في تدبر الآيات القرآنية؟ قلنا أنه المقصود بالتدبر هو استثارة الروح وتفعيل ما في الإنسان من فطرة ومشاعر، ولا توجد آلية بعد الصلاة والدعاء بالله عز وجل، لأنه هو أنت تخاطب الله والقرآن هو يخاطبك،
لا توجد آلية لاستثارة مشاعر الوجدان بعد الدعاء والصلاة إلا قراءة القرآن في إحياء التدبر وإحياء الإيمان واليقين وإثارة العقيدة الحقة. تعقيبا لكلام سماحة الشيخ، نود أن نفيد السائل الكريم بأنه هنالك ليلة مخصصة بعد الليلة القادمة يلقيها سماحة الشيخ محمد العمير حول إجابة هذا السؤال بشكل مفصل. نكتفي بهذا المقدار، نكتفي بهذا المقدار، ولعله في الليلة القادمة أيضا إذا كان هنالك مجموعة من التساؤلات يجيب عليها سماحة الشيخ. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.